التأمين الصحي كويس لكل المواطنين كويس، لكن هل هو هيتنفس؟ ما بيتنفس. هل هو هيبقى تروح المستشفى هتلاقي علاج كويس؟ مش هتلاقي. لا، هو كدكاترة ما فيش دكاترة خالص، ما فيش أطباء أصلا ولا أي حاجة. لا، التأمين الصحي سيء بدرجة امتياز يعني، وأنا من ضحايا التأمين الصحي يعني، سيء بدرجة امتياز، وخاصة التأمين الصحي اللي في فروع القرى زي جنوب الجيزة وانت طالع على الصعيد. وياريت يبقى فيه رقابة، لأن لا دكتور ولا يعني أشياء كثيرة جدا سيئة يعني. ما تلاقيش بموظف طلع معاش وبيتعالج تأمين صحي، أو موظف بيدفع رسم وبيتعالج تأمين صحي، ده مش بالمجان، ده بالفلوس. من ضمن الفساد برضو اللي في التأمين الصحي، التأمين الصحي في فساد، بس المادة قليلة، عايز فلوس، عايز ميزانية كبيرة. ولحد دلوقتي يعني ما تفعلش بطريقة جدية، كلنا جربناه يعني، حتى أنا ووالدتي كله جربوا ما تفعلش، وما شفناش التفعيلات اللي تمس المواطن الحقيقي نفسه. كلام بنشوفه على التلفزيون، كلام تنزل بتتنشر والصحف تتكلم، كله يتكلم، لكن تيجي تنزل قصر العيني الحته دي الاماكن دي كلها مفيش حاجه. نزلوا للناس الغلابه الدواء، العلاجات، الادويه اللي اتمنعت خالص، بس احنا بنطالب بدي للناس كلها. عايز تعمل عمليه؟ لا. طب يا جماعه، طب فين الدستور بيقول عليه ان الواحد لازم يخش ان يعمل عملية من غير ما تقول له لا هات تقرير او هات كشف طبي او اديني فلوس، ويفضل حاجز بحاجز الفلوس؟ طب ما هو الدستور نفسه اللي نزل قال لك لا، اي واحد يخش يتعالج وبعد كده المستشفى تجيب من الفلوس من الحكومة. كنت عندي عملية في كسر في الحوض، ورحت تبع المدرسة بتاعتي للتأمين، فقال لي ان هو اداني ميعاد كمان بعد شهر تأجيل، تأجلت حوالي سنة ونص. عملت العملية، فلما جيت عشان افك نفس النظام، فلما كنت استنى كتير كان المسمار اللي في رجلي هيأذيني اكتر ما هيفيدني، رحت عملتها على حسابي برضه.